كان بيقول فين الرئيس فين الرئيس فين الرئيس فين الرئيس. هو ما كانش شايفه؟ لا ما كانش شايفه، كنا احنا واخدينه بنمشي. اه وكان هو لسه في مكان اللي هو الجلوس فين الرئيس، وكان معاه ممدوح سالم. بس هو يعني ظل في مكانه؟ أيوة. او انتقل أيوة. الى مكان اخر؟ لم يتحرك؟ لا لم يتحرك، بقي في مكانه في خلال كل ما حصل. خدوه اخلوه بعد كده، بس احنا كنا مشينا. شو كان انطباعك عنه لما شفته؟ كان مرتبك او كان أكيد. عادي يعني؟ لا ما كان مرتبك جدا. طبعا طبعا حدث جلل يا استاذ فهد. اي طبعا اكيد. يعني الواحد ممكن انه يتخيل شخصيه غير عاديه، شخصيه محمد انور السادات حاجه مش عاديه. حتى بالنسبه لمبارك انا ذاك. طبعا عندما كان نائبا طبعا طبعا